وقفة احتجاجية سلمية قام بها سكان الهضاب المنطقة الشمالية طواعية من أجل استرجاع قطعة الأرض لبناء مسجد للصلاة. تحصلنا على قطعة الأرض رقم 47 جزء 1 قسم 6، وتحصلنا على قرار التخصيص المجاني لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف رقم 232، صادق عليه السيد الوالي السابق عبد القادر زوخ بتاريخ 2 أوت 2012. هذه الوقفة لأجل بناء مسجد لهذا الحي. نطلب من السيد الوالي يدير بصمة خير لهذه الولاية تبقى لطول حياته. قمنا بجميع الإجراءات الإدارية ووضعنا الملف من أجل سحب رخصة البناء، إلا أننا واجهنا الجواب أننا تم تغيير قطعة الأرض لأي سبب، أو أعطونا وثيقة مكتوبة بأن قطعة الأرض قد غيرت، لم نتحصل على أي شيء.